المتحف القومي للحضارة، البلد اللي بتهتم عموما بثقافتها وبحضارتها وبتراثها الإنساني على اختلاف ألوانه وأشكاله وأنواعه ولا تفرق. مصري قديم، قبطي، إسلامي، عثماني، مملوكي، إخشيدي، زي ما يطلع طولوني، دي مصر. طيب تعالى بقى نشوف المتحف القومي للحضارة عامل احتفالية للاحتفال برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وعمل معرض فني لتجسيد عدد من نقاط رحلة العائلة المقدسة اللي بتمتد من سيناء لحد أسيوط في صعيد مصر العامر. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. مشروع إحياء التراث المصري ومشروع العائلة المقدسة ده مشروع أنا بعتبره مشروع الدولة المصرية بالكامل، وده أمل مصر اللي هو يطلعها من أزمتها الاقتصادية. ولو إحنا أعطينا الاهتمام كامل لهذا المسار ونمينا ال 25 موقع من أول السيد المسيح والسيدة العذراء مريم ما جم مصر، ومعاهم كان يوسف النجار اللي هو كان الموافق من 1/6/24 بشمس بكل عام، ونمينا كل المحطات دي اللي هم 25 محطة واهتمينا بيها، انا اعتقد ان احنا هنكون في حته تانيه اقتصاديا جدا، لانه ده بيعتبر مزارات كلها تعتبر حج لمسيحي العالم على مستوى العالم. احتفاليه العالم كله لازم يحتفل بيها، لان لو احنا بنقول احنا 1 يونيو 2023 على اساس ولاده السيد المسيح، فان ربنا الله خالق السماء والارض إنه يختار مصر تكون هي الحاضنة للسيد المسيح والعائلة المقدسة، دي فخر لمصر كلها ورسالة لكل العالم إن الله اختار مصر تكون هي الحاضنة، فدي حاجة لازم كلنا نحتفل بيها والعالم كله يحتفل. عندنا في مصر حاجتين مهمين جدا، مسار العائلة المقدسة كسياحة دينية وسانت كاترين، فقلت ليه واحد ما يوثقش حاجة مهمة جدا في مسار العائلة المقدسة ويعكس التاريخ على لوحة، وازاي ان احنا نبين انه في رحلة العائلة المقدسة وهي داخلة على اهم سبع نقاط في مصر، ازاي كانت في الاول كانت جبال وصحراء وتحولت لخضار وتحولت لزرع وبعد كده تحولت لكنيسة السيدة العذراء. احنا عندنا رحلة العائلة المقدسة في مصر فيها نقط كتير جدا شبيهة بالنقط اللي موجودة في القدس، ليه احنا ما ندعمش الجزئية دي بحيث ان احنا نجهز هذه الاماكن باستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، استقبال جميع السائحين من جميع أنحاء العالم على أنهم يقدروا يزوروا الأماكن دي، ونحولها لهم لقصة من أول ما السيد المسيح وصل أرض مصر لحد ما خرج منها.